نادر الفتاح الكاتب العام للمكتب النقابي ديال شركة المباط. جينا اليوم باش نحتفلوا بهذا العيد اللي كيحضروا ليه جميع فئات العمال من أطور أشباه أطور وكذلك عمال ومستخدمين. جينا اليوم باش نعبروا على المشاكل اللي كنتعرضوا لها والضغوطات اللي كنتعرضوا لها وكذلك اللي كيتعرضوا لها جميع العمال، وكنحاولوا ان هذا النهار يكون واحد النهار اللي كمتنفس لهذ المشاكل هذه، واللي الانسان كيعبر باللافتات، كل واحد كيعبر بطريقته باش كيخرج هذه المشاكل للعلن، وكل شيء الناس كيشاركوا هذه المشاكل وكيعرفوا هذه المشاكل اللي كيتعرض لها هو. وكنتمناو ان هذه المشاكل تزول، وان إدارات الشركات انهم يتفاهموا بمطالب المشروع ديال العمال وانهم يستجبوا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ديدي رضوان ممثل عمال المباط. كما تتشوفوا حنا متواجدين في هذه الساحه هذه اللي مجموع فيها جميع عمال مدينه الدار البيضاء للاحتفال باليوم العالمي للعمال. يعني ان الناس جميعا في هذا النهار هذا في العالم محتفلين بهذا النهار، وهذا النهار هو تعبير على 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 الضغوطات اللي تتمارس على العمال او المشاكل العمال تيجيو تيحاولوا يعبروا عليها في هذا النهار هذا. وحنا من العمال راه حنا فرحانين بهذا النهار هذا، وتنتمناو ان هذا النهار هذا هو سبب باش يكون الاحسن للعمال كاملين.